الصورة اللي انت سيادتك جايبها لنا ديت اللي هو الجمصي الفريق اول احمد اسماعيل السادات الشاذلي اللواء فؤاد نصار العقيد احمد نبي. دي مجموعة هيئة العمليات ده ساعة الحرب، الصورة دي اتخذت في الحرب فعلا دي. لان كان الشاذلي موجود رئيس الاركان واحمد اسماعيل مدير المخابرات فاروق فؤاد نصار. احمد نبيه ده ربنا يديله الصحه الوحيد اللي موجود دلوقتي في مجموعه هيئه العمليات، مهندس ده اللي عمل خطه الخداع الاستراتيجي. قبل ما اوصل لاحمد نبيه انا عايز اقول ان اللواء فؤاد نصار انا كان ليا الحظ ان انا قابلته مرتين بتوجيه سيادتك لما كنت في الشؤون المعنويه. كنت دايما تقول ان هذا الرجل هو الكنز المعلوماتي. بالظبط، لان هذا الرجل هو اللي جمع كل المعلومات عن العدو في سيناء. ايوه، وعشان تعمل قرار صح لازم تبقى المعلومه عن العدو صح. لو انت قلت العدو هنا سريه وهو كتيبه تيجي تهاجم عليه ما ينفعش. هو الحقيقه برضو اللي يعني سيادتك انصفت الفريق الشاذلي، لكن هو بالامانه هل كان خلاف بينه وبين السادات قاسي للدرجه دي؟ ده في وسط الحرب بقى نتكلم عليها من وصل للكلام. طب اتفضل. انما خلينا حتى الان هي دي مجموعه التخطيط بتاعت هيئه العمليات. احمد نبيه زي ما قلت ده اللي عمل خطه الخداع الاستراتيجي. هو اللي عملها. ظابط مهندس. بمعنى ايه يعني؟ اشرح لي شويه دوره لان ده طيب من الاعلام يعني. بيتكلف جابوا الجمصي زي ما هنتكلم بعد كده على صلاح فهمي. جالب الجمصي تعالى رئيس هيئه العمليات. هيئه العمليات هي المخ بتاع القوات المسلحه. ايوه. انا خدمت او هتكلم بعد شويه خدمت مرتين ليا الشرف ان انا لان الضباط المتميزين بيروحوا فين؟ هيئه العمليات. هي جزئين، جزء يخطط وجزء يدير. كويس. يعني فرع التخطيط هنشوف بعد كده اللي هو المكذوب، وكان احمد نبيه من فرع التخطيط. وهناك المهمه في الحرب كانت بتدي لواحد بس، ممنوع اللي يبقى معاك في المكتب ما يعرفش انت بتعمل ايه. وكل الكتابه كانت بخط اليد، مفيش لا مكنه ولا حد. فاحمد نبيه خد انت مسؤول يا احمد انك تعمل خطه الخداع الاستراتيجي بتاع بقى الاسرائيلي. هو اللي قال مثلا ان الرئيس السادات لازم يبعت حد لاسرائيل لامريكا يفهمهم ان ايه مفيش حرب. فعشان كده الرئيس السادات بعت احمد حافظ اسماعيل وقابل كيسنجر اللي هو كان محرك الاحداث في هذه الفتره، وقال له حافظ اسماعيل احنا في عرضكم مش عايزين نحارب، واحنا مش قادرين، واحنا تعبنا وست سنين حرب استنزاف لا سلم ولا حرب، فشوفوا لنا حل مع الاسرائيل نقعد نحل. فالكلام ده اتنقل لمين؟ لاسرائيل. فاسرائيل عرفت ان السادات مش ناوي يحارب. جميل. الراجل ده هو اللي قال مثلا احنا كنا هنحارب في رمضان، فقال قبل رمضان في اكتوبر يبقى سبتمبر نعلن عن فتح العمره للضباط واسرهم في عمره رمضان. جميل. فلما تلاقي اسرائيل قال ده انتوا اعلنتوا على عمره اذا انت هتحارب؟ لا مش هتحارب. لما يلاقي الراجل ده بيقول قال لنا عمل خطه الاسترخاء. احنا كنا في فتره حرب الاستنزاف ست سنين نايمين تحت الارض في الملاجئ. فالملاجئ رطوبه. الصبح كل عسكري بيطلع البطاطين ينشرها في الشمس. فيوم هتبقى في حرب ممكن عساكر بقى تلم بطاطينها عشان هتسافر بتاع دوت. فاتعمل في كل موقع من المواقع مجموعه اسمها مجموعه الاسترخاء. منشار عساكر تطلع تنشر الهدوم وتلعب كوره وتعمل الغيارات وتلعب كوره اتنين يلعبوا كوره بتاع. فالعدو الاسرائيلي لما قعد يبص وجات له الاوامر قال لي تلي ابيب ده ما فيش، ده البطاطين منشوره وفي عيال بتلعب كوره والناس نايمه في الشمس. كل دي كان عملها احمد نبيه. يعني بقول لك وصلنا الى كل ما تتخيله من هذا الرجل. عبقري. للاسف انا وانا مدير الشؤون كذا مره اقول له اطلع اتكلم يقول لي بص انا عملت دوري وخلصت مش هطلع. ايه التواضع ده؟ انا كل مره كل سنه اكلمه اقول له اخبارك ايه؟ اولا ده مهندس. يقول لي اصل انا متخرج من جامعه كليه هندسه جامعه فؤاد الاول. فؤاد الاول دي ايه يا فندم؟ فهتطلع انها جامعه القاهره. ايوه انت فاهم؟ ومهندس وداخل القوات المسلحه وبقى مهندس ويروح هيئه العمليات وفرع التخطيط ويبقى مسؤول عن اعداد عن خطه الخداع الاستراتيجي. جميل.